بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أم دي بيجين دا تندعاء كاكين هم بيجين آمين. اللهم إني داع فأمنه، يا ربي تشم قبيل بك ترحمي مبي، يا ربي تما شوانا حسيب كتن يكو تينا يعني خلات كرني روجا دوما هيك رمزاني روجا توزيع يعني خلات رمضان تينا توزيع كرني يا ربي تو كنهت ما دي بابد ما وكسكارت ما وملت ما يا ربي تو كنهت وانا بغفرين تو رحمة بيبي يا ربي تو حسب كش آزاكرت هيفا رمضان يا ربي يا ربي تو ما آزاكش إش آجر جهنم ادوانا يا ربي تو عمل هرب صرمانك روجيتوي قيام الليل ذكره عبادته طاعته هر كارك رابط فيها يبدا يا ربي تو خلات بك يا ربي تو قبيل بك عملي بي يا ربي تو فشيمانك روجا كبرانبري خداي خوات راوصل بجد اقرا كتابك هنجي سر بلند بت رويس بي بت دل خوش بت كيف خوش بت يا ربي تو رحمه مهمية بي ازشان دعاء عربي جيتكم اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا مستعان يا الله نسألك اللهم الأمان الأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى منا وكان من الذنوب والزلل والخطأ والتقصير والعصيان نسألك اللهم أن تجعلنا ووالدينا وجميع السامعين والحاضرين بمنك وفضلك من عتقاء شهر رمضان أو من عتقاء هذه الليلة بحرمة القرآن وبحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. اللهم كما بلغتنا شهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه من أسعد الأيام، وتقبل اللهم ما قدمناه وما نقدمه من الصيام والقيام، واحفظنا فيه وفيما بعده من جميع الذنوب والآثام برحمتك يا رحيم ويا عليم ويا علام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غير بابك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وأمن خوفنا يوم تقوم الساعة، وامن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، وكل خطيئة أخطأناها، وكل سيئة عملناها، أسررناها أو أخفيناها، أخفيناها وأظهرناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ربح الصائمون وفاز العاملون ونحن عبيدك المخلصون، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، يا خير مأمور وأكرم مسؤول، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.